أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أزاح السفير الإيراني الستارة عن العجلات التي تم استهدافها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مثل هذه الأيام من العام الماضي. ناشطون علقوا على الموضوع وقالوا بأن شعوب العالم منشغلة بإزاحة الستار عن الاختراعات الإنسانية والإنجازات التي تخدم البشرية، وفي العراق خطوات أخرى نحو الوراء. دعونا نشاهد هذا المقطع. ولم تكتفي السفارة الإيرانية ورعاياها بإزاحة الستار عن نصب السيارات المستهدفة، بل نظمت تظاهرة في ساحة التحرير واتخذت من مبنى المطعم التركي منصة لها بعد الاستحواذ عليه بالتنسيق مع القوات الحكومية. تم وضع صور المهندس وسليماني فوقه. ناشطون رصدوا خطأ فادحا خلال هذه التظاهرة متمثلا بقلب ألوان العلم العراقي الذي تتبجح الميليشيات بالدفاع عنه وحمايته وما يمثله من سيادة، بالوقت الذي لا تعرف الترتيب المنطقي لألوانه كما عبر ناشطون. لنشاهد معا هذا المقطع. ثوار تشرين كان لهم وقفة في هذا اليوم، حيث استقبلوا العائدين من هذه التظاهرات بهتاف ذيل لوغي أنعى أبو إيران لأبو أمريكا خلال مرورهم بالقرب من ساحة الأحرار في محافظة كربلاء، بالتزامن مع تغريداتهم المتهكمة حول هذا اليوم والذي عبروا عنه تحت وسم يوم الكباب العالمي. دعونا في البداية نشاهد جانبا من تظاهرات محافظة كربلاء. ونستعرض معكم بعضا من التغريدات على منصة تويتر تحت وسم يوم الكباب العالمي كما أطلقه العراقيون. علي قال: أنباء تتحدث عن إمكانية البدء بمنع المطاعم من تقديم الكباب للزبائن خلال هذه الأيام المقدسة كوسيلة من وسائل الرد الماحق والساحق على عملية الشوي بواسطة الدرون المنتظر العام الماضي. تراث العزاوي قال: الولاء للوطن لا يمر بأي عاصمة من عواصم العالم، وبخلافه أنت عميل مزدوج في لغة الجميع. ريما قالت: مرة سنة أخرى ولا أحد يعلم ما مصير أكثر من 1700 مغيب غيبوا على أيدي الميليشيات الإرهابية أثناء التدمير وليس التحرير. الحكومة العراقية كما أسمتها مشغلة بتأبين كباب المطار، في حين هناك ألاف الأبرياء الذين غيبوا ظلما وجورا، لم تتحرك الحكومة بالكشف عن مصيرهم. صادق غرد وقال: لقد تخلص العراق من شخصين كانوا الذراع الأيمن لإيران والميليشيات التي دمرت العراق يوم الكباب العالمي. يبدو أن ثورة تشرين ورغم عدم صلتها بمقتل سليماني، لكنها لا زالت الهدف الذي تصب الميليشيات وزعماتها جام غضبها عليها بدلا من الرد على واشنطن المسؤولة عن قتل قياداتها سليماني والمهندس، حيث هاجم زعيم ميليشيا بدر هادي العامري تظاهرات ثورة تشرين مجددا خلال حفل لتأبين المهندس وسليماني، بعد أن وصفها بالمؤامرة الشبيهة بمؤامرة داعش على حد وصفه، كاشفا عن دور المهندس وسليماني في مواجهتها في وقت نفت فيه هذه الميليشيات أي دور لها في قمع وقتل المتظاهرين سابقا، في اعتراف صريح يدين هذه الميليشيات وفقا لمراقبين لتصريحات العامري. دعونا نستمع لتصريحات العامري. نعم، مؤامرة الاحتلال فشلت، ومؤامرة القاعدة فشلت،
ومؤامرة داعش فشلت ولذا بسبب، ومؤامرة المظاهرات التي أريد منها أن يذهب العراق إلى الفوضى العارمة كذلك فشلت. وبيني وبين الله إذا نجد رجال وقفوا في كل هذه المحن هو الحاج سليماني والحاج المهندس. دعونا نتابع تفاعل الجمهور حول هذه التصريحات المتهجمة ضد ثورة تشرين وثوارها. باسم العامري قال لأن المظاهرات عرتهم وكشفت خيانتهم فشيء طبيعي يهاجموها. سيروان قال هذا اعتراف من عنده بأنه قتلوا المتظاهرين ويتموا أطفالهم ودمر عوائلهم. صلاح قال والله ما حد خرب العراق غير أنت وربعك اللي فشلتوا في بناء دولة مدنية، والذبون فشلكم على أمريكا اللي هي الجابتكم حتى تحكمون بلد عمره 7000 سنة دمرتوا في 17 سنة. شمس سراج الكربلاية قالت الله يلعن الميليشيات التي عاثت في الأرض الفساد. قتل شاب في محافظة البصرة بحادث غامض فيما عثرت الأجهزة الأمنية على جثته مرمية في نهر صغير على الطريق الخارجي الرابط بقضاء أبي الخصيب جنوب البصرة، وفقا لما أفاد به شقيق الضحية الذي كان ناشطا خلال التظاهرات الشعبية والمعروف باسم جبار. وقال جبار للمربد بصوت ضعيف يخالطه البكاء بأنهم لم يكونوا على عداوة مع أحد، وأن شقيقه خرج من منزلهم ولم يعد، وأن السلطات الأمنية أبلغتهم بالعثور على الجثة، وأن درجته النارية الستوتة كانت قرب الموقع ولم تتعرض لحادث سير أو ما شابه. وأضاف بأنه يطالب من الأجهزة المختصة والسلطات القضائية بمراجعة كاميرات المراقبة في الشارع للتعرف على المتورطين بالحادث. من جانبه قال قائد شرطة البصرة بأن ما ورد بتصريحات جبار مخالفة للواقع، وأن الضحية تعرض لحادث سير وانقلبت عجلته في نهر صغير، وقد أسعف من قبل رجال المرور القريبين من الحادث إلى المستشفى، الأمر الذي عاد ونفاه شقيق الضحية مجددا في مقطع مصور أكد فيه على تعرض الضحية للضرب بوجهه قبل وفاته. دعونا نشاهد جانبا من تصريحات شقيق الضحية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أمس أخوي وجدي اللي طلع من البيت فأدق علي جهاز أخوي مغلق، أدق علي جهاز مغلق، فرحنا ندور عليه، رحنا نزق وما شنو ماكو. فصار له يومين من أمس ها ولحد اليوم ها، لقينا الساعة 8 الصبح مالي 9 احنا جاي ماشيين لقينا ستوتي ومذبوب اخوي ها مش فاليوم قائد الشرطه صرح قال اكو حادث مال سياره وكو اسعاف اجت ماكو الحال، حكي كله باطل ها كله باطل. خلينا اخوي بستوته وديناه ها الطب العدلي خذيناها الطب العدلي. انا شيد اليوم الوزير وزير الداخليه ولا شيد مصطفى الكاظمي ها ولا امن فات في البصره، دم اخوي ما يروح البصره اكو حادث محسن اخوي من احنا طاقينه. انت قاعد تشطح من سراحيك ولك والله حرام عليك، والله حرام عليك ولك اعتبره ابنك، ولك والله اعتبره ابنك، الله اكبر عليك. انت الاسحاب يا انت جبت اسحاب اخوي جده خليته بسكوته وخليته قمر طب العلي، الله اكبر عليك الله اكبر. نذهب إلى تفاعل الجمهور حول هذه الحادثة على منصات التواصل الاجتماعي. جواد قال الأمن بالبصرة تحت الصفر وأي قانون ماكو. هشام محمد قال حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وقاتل وسارق حق الشعب المظلوم. حازم قال المجد والخلود لشهداء تشرين الأبطال والموت للجبناء الوحوش. غسق الدليمي قالت حسبنا الله ونعم الوكيل وتالي شلون خلصوا شبابنا الله ينتقم منهم. أثرت وفاة الدكتور عمار فلاح والذي كان يعمل مقيما دوريا بمستشفى الكندي في بغداد أثناء إجراء عملية جراحية له أثارت غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. العملية كانت لإزالة الزائدة الدودية، قيل بأنه بسبب خطأ طبي
وفقا لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. وكما تعرفون بأن العراق يعاني من انهيار في القطاع الصحي وفي القطاعات الأخرى. كان الراحل عمار قد كتب لزوجته بمناسبة زواجهما بأنه سيحبها حتى يصلان إلى 70 عاما، ولكنه فارق الحياة بعد 5 أيام فقط من زفافه، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. دعونا نشاهد جانبا من تشييع الفقيد في المقطع التالي قبل الانتقال إلى استعراض أبرز ما تم تداوله على تواصل الاجتماعي. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. طبعا وسم الله يرحمك عمار تصدر الترند في الساعات الماضية في العراق. دعونا نتابع بعض من التغريدات تحت هذا الوسم. صفاء قال: الجرعة الزائدة زائد التخدير المنتهي الصلاحية، العشرات من المرضى تنتهي حياتهم بصمت بدون ما تطفو للرأي العام، ويتم طمطمة الموضوع كما قال بين الأطباء واللجان وخلق سبب ثاني. هاي نتائج التيارات والأحزاب الإسلامية الولائية، الله يكون بعون زوجته وأهله. براء قالت: هذا كله بسبب الكليات الأهلية والدراسة بالخارج، هو معدل 60 ويروح يدرس طب بروسيا، لو يشتري الأسئلة لو يدخلوا له واحد يرد له الأجوبة بعد وبعد. لازم تستعدون للأكثر، راح تجيكم آفة التعليم الإلكتروني اللي كلها بالغش ونظم الكتب المفتوحة. نورة قالت: اللامهنية والاستهانة بالروح البشرية أهم ميزتان في العراق ونحصد بهما الرقم القياسي. أثار قالت: الله يرحمه ويغفر إله، انقهرت كلش بس أبد ما استغربت هذا المنطق، دولة فاسدة من ساسة الراسة، طلاب يدخلون كليات حسب التخصص اللي يجيب لهم فلوس، مو مهم يحب هالتخصص أو عقله يستوعبه. بالنهاية نخسر ناس بريئة مثل عمار، وش قد أكو مثل عمار انسكت عنهم، حسبي الله ونعم الوكيل. الله يرحمك عمار. والآن نذهب إلى أنت ترى. متظاهرو مستودع الفاو النفطي المعتصمون منذ أكثر من 1.5 سنة طالبوا وزارة النفط وشركة نفط البصرة بإصدار أوامرهم الوزارية وتشغيلهم بعقود وزارية وفق القرار 174 أسوة بالعقود الوزارية التي تم تخصيصها على محافظة البصرة والتي لم يشمل قضاء الفاو بها. في المقابل تحاصرهم القوات الحكومية وتقوم بالتضييق عليهم يوميا بدلا من الاستجابة لمطالبهم. هذا المقطع الذي سوف نشاهده بعد ثوان وصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء، فلنتابع. وصول القوات القمعية على متظاهرين قضاء الفاو. الرصيف النقطي في قضاء الفاو.
اهلا بكم من جديد. وصلتنا رسالة عبر البريد الالكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها: السلام عليكم قناة الرافدين المحترمة والمرموقة وصوت العراقي الحر، انا اسمي يحيى الكبيسي، لاجئ في فرنسا. وضع العراقيين بصراحة وللأسف محزن، وهم في وضع مأساوي. أتمنى منكم تخصيص حلقة حول وضع اللاجئين العراقيين في أوروبا حتى نوصل صوتنا لكل العالم، مع الشكر والتقدير لكم ولقناتكم المحترمة. عزيزي يحيى، نحن دائما في قناة الرافدين ومن خلال برنامج صوتكم ما نركز على مواضيع العراقيين في الداخل وفي الخارج. لو أحببت أن تشاركنا اليوم الساعة 10:05 بتوقيت العاصمة بغداد، فأهلا وسهلا بك وفي كل يوم. نذهب الآن إلى الهاشتاج. مغردون ضد إيران، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف زيف الشعارات التي ترفعها إيران ولتسليط الضوء على دورها التخريبي في العراق والمنطقة. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت هذا الوسم. حيدر قال: ما دخلت إيران بلدا إلا دمرت ونجست أرضه وجوعت أهله وأفسدت طمأنينته ونشرت فيه الخراب وعم فيه الشر. مريم قالت: مغردون ضد إيران، حال الوقت لقطع أذرع نظام الملالي في المنطقة خاصة في العراق وسوريا ولبنان واليمن وطرد قوات الحرس وذيولهم من هذه البلدان. مرتجى قال: إيران لا يمكن أن تؤذي نملة، إن كان لها صلة بأمريكا إيران أوهن من بيت العنكبوت. علي غني قال: كل ما يحدث بالشرق الأوسط من خراب ودمار هو يأتي من إيران، نقطة رأس سطر. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. مأساة جديدة في مستشفيات مصر، نقص في الأكسجين يودي بحياة مرضى كورونا كوفيد-19. عائلات المتوفين تتهم الطاقم الطبي بقطع الأكسجين ووزارة الصحة تنفي. دعونا نتابع بعضا من تفاصيل هذه القصة مع تقرير لموقع إجبلاس عربي. Thank you.
بعد اختفائه منذ أسابيع، لماذا أصبح مصير مؤسس علي بابا مجهولا؟ دعونا نتعرف على التفاصيل أكثر مع موقع أنا العربي. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.